السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منصور كامل مرجان، مفتش الآثار بالوحدة العسكرية ومطار الأقصر الدولي، بناشد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإفراج عن زميلنا أحمد وأسماء في قضية المنافذ الأثرية بمطار الأقصر الدولي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سامح كمال محمد، أخصائي ترميم بوزارة الآثار، وناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الإفراج عن زميلنا أحمد وأسماء المحبوسين في قضية المنفذ الأثري لمطار الأقصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمود عبد الناصر محمود، أخصائي ترميم آثار بوزارة الآثار. سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نناشد سيادتكم أبا ورئيسا لكل المصريين بسرعة الإفراج عن الزملاء أحمد مبارك وأسماء أبو الفضل قضية المنافذ الأثرية بمطار الأقصر. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعدي زكي عبد الله، مدير عام آثار ومتاحف مصر العليا، بنناشد فخامة الرئيس السيسي بالإفراج على زميلنا في منافذ مطار الأقصر أحمد وأسماء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي عويس عبد الرادع عضية، رئيس قسم الترميم بوزارة السياحة والآثار. استغاثة ورجاء إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي برجاء سرعة الإجراءات والإفراج عن زميلي الأثريين أحمد مبارك وأسماء في قضية منافذ مطار الأقصر، وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد بغدادي، أخصائي ترميم بوزارة الآثار. نناشد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الإفراج عن زمايلنا أحمد وأسماء في قضية المنافذ الأثرية بمطار الأقصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوجه نداء سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته أب كل المصريين الإفراج عن بابا في قضية مفتشي المنافذ الأثرية بمطار الأقصر. يا ريت بابا يخرج، ونفسي أشوف بابا. أنا اسمي مينا ناجي، أخصائي ترميم بوزارة الآثار، وناشد الرئيس السيسي بالإفراج عن زميلنا أسماء وأحمد بقضية المنافذ الأثرية بمطار الأقصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد حسام، أخصائي ترميم آثار بوزارة الآثار، وناشد الرئيس السيسي بسرعة الإفراج عن زميلنا أحمد وأسماء في قضية المنفذ الأثري بمطار الأقصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد يوسف عبد اللطيف، أخصائي ترميم بوزارة الآثار، نناشد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الإفراج عن زميلنا أحمد وأسماء في قضية المنافذ الأثرية بمطار الأقصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. نناشد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الإفراج عن أحمد وأسماء والمحتجزين في قضية مفتشي المنافذ الأثرية بمطار الأقصر. شكرا. أنا الرحيم. أنا أحمد جمال خطاب، مفتش آثار بالمجلس الأعلى للآثار، وزوجي أسماء أحمد أبو الفضل، وناشد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسرعة الإفراج عن أحمد وأسماء بقضية مفتشي الآثار بمنافذ الأقصر الدولي.